استراتيجية العمل تاعنا أننا قمنا بتقرب أكثر للمواطن، 71 نقطة لتلقيح قد حددت على مستوى الولاية، في على مستوى المساجد، على مستوى الأحياء، على مستوى الساحات العمومية. إن شاء الله لكل الرياضيين، لأن درك وقت ما عادش بقى، ما بقاش وقت درك، الناس كل لازم تتلقح، لأن علاش؟ ما تقدر تدخل من الملعب، ما تقدر تلعب، ما تقدر تدير حتى حاجة إلا اللي تكون ملقح. نطلب من جميع المواطنين الجزائريين إن شاء الله باش يجيو يديروا اللقاح هذا، باش إن شاء الله نساهموا في القضاء عليه، وإن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية كما كنا إن شاء الله عايشين.